للوقت حد وحلت ودي على احباب من بعد الاستعداد والتجهيز الحفل الليله حبيبنا الغالي الاستاذ المميز ابراهيم الموسى الله يبقيك يا بلاي. امس تكريم الطلاب واليوم تكريم الغالي اي أيوة والله ابو الجميع ابو احمد ابو احمد هنا ونعم والله ابو احمد هذا ابونا معلمي سابقا شلون زاملته الحقيقه يعني ابو احمد هذا من خير المعلمين ومن خير الناس اللي انا زاملته في حياتي ما شاء الله اي أيوة والله الله يوفقك الله يوفقك ونقول ان شاء الله الله يجعل قادم ايامه خير من ماضيها هذا آمين. الغالي محمد بن ابراهيم العميقان والمعلمين والله يقولون ان حاطين هالحفل وان قلوبنا متاثره والله بوداعه ما يحتاج ما أيوة. يحتاج يستاهل والله يا رب ان شاء الله يوفقك كل خير امين امين أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حينهم وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون ما أكثر عقبة الوداع والفراق التي تسجل وتختزل في القلب والذاكرة وكم نشعر بالحزن وفداحة الخسارة واختناق العبرات ونحن نودع واحدا من جيل المربين والأساتذة الأفاضل المؤمنين بالرسالة العظيمة بلا شك إنه الأستاذ الفاضل محمد بن إبراهيم الميقان أيها الفارس هل أنت تترجل عن صحوة جوادك في ميدان العمل الوظيفي توفيق في حياته القادمة وأيضا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وعمله وذريته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أسعد الله مساء الجميع بكل خير ومسرة وبركة تحية شكر وتقدير خاصة لمدير المدرسة على أن أتاح لي هذه الفرصة لكي أعبر عما بداخلي من مشاعر وأحاسيس تجاه الأستاذ محمد بن إبراهيم آل عميقان الرجل الذي تميز في عمله بالصدق والأمانة والإخلاص وقد شرفت بالعمل معه في متوسطة وثانوية حوطة بني تميم ووجدت منه كل محبة أسأل الله أن يبارك لكم في عمركم وفي عملكم كما أسأله أن يكون تباعدكم بداية مرحلة جديدة مليئة بالنشاط والسعادة كما أتمنى لك التوفيق في مساعيك المستقبلية أحبكم سالم في هذا اليوم نكرم الزميل الأستاذ القدير الأستاذ محمد بن إبراهيم العميقان بعد مدة من تقضاها في التعليم زاملته 6 سنوات وجدت منها المعلم الحريص المخلص في عمله مع دعائنا الدائم أن يمتعك الله بالصحة والعافية وأن يوفقك في حياتك المقبلة وتأكد أستاذي أن من سعيت في تعليمهم وتهذيبهم وتقويمهم لن ينسوا جهدك ولن ينكروا فضلك وسيحملون لك في قلوبهم دوما مشاعر الشكر والعظمة والصفات الحميدة ذا قلب أبيض مليء بالود والعطاء والسخاء كنت قنديلا أضاء طريق العلم والنور
كنت طائرا حلق في سماء العلم والمعرفة، أنشأت أجيالا وشيدت عقولا وصروحا من الفكر، كنت مربيا فاضلا لأجيال وأجيال. أبا أحمد، لن نقول وداعا لأنك الحديث الذي يطيب به القلب والروح. أبا أحمد، نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. سعد الله مساكم. أقول الحمد لله العظيم بجلالته، نشكر في ختم العمل تبارك يحيي من كفة ووفى بسيرته، حتى تقاعد أبو عالي القامة أبو أحمد اللي ما قصر في مهمته بإخلاصه في عمله وفي ابتسامه، عالي بأخلاقه وقدره وهمته يقابل الكل دائم بابتسامه. يا الله تكتب كل خير في دنيته، تكتب له التوفيق ودرب السلامة وسلامتك. نعم، تشرفت بمهنة التعليم التي هي من أشرف وأجل المهن، ولهذا يطيب لي أن أتقدم بالشكر لولاة أمرنا الذين سهلوا لي طريق طلب العلم وطريق نشره، وقدموا لي الدعم إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة. ضيوفنا الكرام هنا في منار العلم، اهلا ومرحبا باصحابنا ما ان شاب واقرب، وبالركب جمعا قد وقفنا نرحب، فاهلا وسهلا بالجميع ومرحبا. في هذه الليله كان لا بد لي ان اقف هنا لاشارك مع مشارك في تربيع زميلنا الاستاذ محمد. فمن كان كلمات الوداع دائما تدور محاورها حول نقاط محدده لا تتجاوزها غالبا. كريم زملاء ابو احمد، يستاهل والله التكريم، والله يستاهل والله المحبه.